عروضات كسحوا أسعار اسهر معنا ليلة رأس السنة 50% على كل البضائع. هذه عينة من الرسائل النصية SMS التي تغزو هواتف اللبنانيين من قبل الشركات الخاصة في موسم الأعياد والتي تصل إلى مئات آلاف المستخدمين. وفي زحمة الأعياد تبدو هذه الرسائل أكثر ازدحاما، فهل هي انتهاك لخصوصية المواطن ومتى تصل إلى درجة الإزعاج؟ لا مش مزعجة أبدا، موسم أعياد so it's the right timing. يعني مش ضروري الإزعاج يضل التليفون يطنطن على طول، بس لأني مسافرة فعلي بيصلي بيصلي قليل. أوقات مثلا بتكون نايم، أوقات بتكون مش فاضي إنك ترد على المسج عم بتسوق أو شيء، بتنجبر تتطلع بركي شيء أرجنت. لا منا مزعجة، بالعكس واحد لازم يضلوا أب تو ديت ولازم يعرف بالعروضات. إنه بيبعتوا شغلات فاضيين، إذا واحد يعني بده يشتري يشتري، ما بيشتري خلصنا. لا مش مزعجه، بس الواحد بيتسمع. هلا اكيد مزعج، بس هلا ما صارت معي، ما اجتني مسج 12 بالليل. تخيل انت نايم وتجيك مسج بالليل، يعني كيف بتفيق؟ كل يوم اكثر من 5 يعني مسجز بيجوا، عروضات واعلانات، ويعني مرات هيك الى حد الازعاج مرات. اكيد يعني الشرك متفقه ببعضها، متفقين مع الشرك البقايا الالفا والانتسي. دعايه وبتمرق ما بعرف انه. وبالرغم من الآراء المتفاوتة حول هذا الموضوع، تبقى الأسئلة كثيرة حول مدى أحقية كل من شركتي ألفا وتاتش بالسماح بوصول هذه الرسائل والإعلانات إلى المستخدم دون علمه أو إذنه، أم أنها تحولت إلى وسيلة سريعة للتسويق ستقلق راحة المواطن كل يوم. حطوا أوفر.